السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. كثير من الجزائريين والجزائريات يتساءلوا في المدة الأخيرة حول هذا الخلوطة اللي راها موجودة في الجزائر، سيما منذ التنحية نتاع الجنرال توفيق وبعد العودة نتاع شكيب خليل، وهذا السوق اللي راه الآن دائر هذه الأيام حول ربراب. بطبيعة الحال كل هذه الأمور هي ملتصقة ومتشابكة مع بعضها البعض، ولعلكم الناس اللي راهم يتبعوا في الحوارات والتسجيلات اللي قمت بها شخصياً واللقاءات مع بعض الإخوة على الإذاعة نتاع وطني، الأمور راها بدأت توضح لكم كل يوم. لكن فيه ناس مع الأسف الشديد ربما راحوا نتيجة نتاع تحليلات خاطئة ونتيجة نتاع تضليل الإعلامي الذي تمارسه الصحف والقنوات الفضائية وبعض من غير الجزائريين اللي يتحدثوا في الشأن الجزائري وما عندهمش إلمام وما عندهمش معرفة بما يجري في الجزائر. بطبيعة الحال التنحية هذه نتاع الجنرال توفيق والله التنحي، هذه المسألة لا دخل لا بوتفليقة ولا لسيدي زكري كما يقولوا في البلاد. التنحية نتاع الجنرال توفيق كانت من طرف أمريكا، وهذا الكلام اللي راني نقول فيه ما قلتوش الان، راه مسجل على الاذاعه نتاع وطني وراه مسجل في الحوارات، والناس اللي عندهم تواصل معي قلت لهم هذا الكلام. العوده نتاع شكيب خليل من طرف امريكا، لو لم تتدخل امريكا لما عاد شكيب خليل. إذن الأمور مترابطة ببعضها البعض. ربما منكم من يتساءل يقول وش هو الدور نتاع فرنسا. فرنسا كما تعلمون من أنه عندها نفوذ في الجزائر ما بداش من اليوم، وإنما منذ الاحتلال نتاع الجزائر، يعني من 1830. النفوذ نتاع أمريكا بدأ مباشرة بعد اغتيال الرئيس هواري بومدين رحمه الله، وقتاش ظهر بقوة من خلال الفتنة اللي عشتها الجزائر، بحيث هو أنه لما جاء اليمين زروال حاول هو أنه يقلل من النفوذ الفرنسي وبدأوا يستعينوا بالأمريكان. لما جاء بوتفليقة هو لقاها طايبة، لأنه هو الناس اللي يعرفوه يعرفوا التوجه نتاعو، هو التوجه نتاعو ليبرالي ومش من الان، هو لقاها طيبه كمل فيها. درك هذه المراكز التجاريه اللي الان راكم تشوفوا فيها باسماء انجليزيه ما جاتش هكذاك برك من السماء، وانما هذ الناس هما يخدموا. كاين ناس هما حابين يقللوا من هذا الوجود هذا الفرنسي ولكن يخدموا في امريكا. كاين اللي راهو على باله ومقتنع بها وماشي فيها، وكاين اللي راهو يخدم فيهم بلا ما هم مكلفينو، راهو يخدم فيهم طواعية بالجهل نتاعو مانيش عارف كيفاش. المهم هو راهو يخدم في الوجود الامريكي. كاين الناس اللي هما حابين ينحيوا اللغة الفرنسية ويستبدلوها بالانجليزية من اجل خدمة امريكا وليس من اجل خدمة الجزائر. اذا كاين نفوذ فرنسي وكاين نفوذ امريكي، تقدروا فيما بعد انتم تصنفوا هذا الناس وين راهم يخدموا. يا هل ترى راهم يخدموا في الوجود الامريكي ولا راهم يخدموا في الوجود الفرنسي؟ بعد التنحي هذا ولا التنحيه نتاع واسمه هذا الجنرال توفيق، بدات تبان بعض الامور الاخرى وهي كلها متعلقه بالخليفه نتاع بوتفليقه. اللي راهو الان في 2016 ما زالوا يعتقد من انه بوتفليقه راهو يعين وبوتفليقه راهو ينحي وبوتفليقه راهو يدير ويدير،
هذا حمار راه متكسل في راسه، هذا ما عنديش كيفاش تفهمه، حمار متكسل في راسه. بوتفليقة انتهى، بوتفليقة لو كان ما يخافوش فيه ربي ويبدلوا له حوايجه لو كان يعيش ناتن عاجز. ولما نقولوا في هذا الكلام رانا نقولوا في واقع، ما راناش نزيدوا من روسنا، راهو مريض ربي يتولاه. جنرال توفيق صارت عملية في تونس ولقاو باللي هذا الجنرال حسن هذا لقوه متورط في هذه العملية في تونس، ولعلكم راكم تابعتوا المجيء نتاع المرزوقي والمجيء نتاع هذا قائد السبسي والمجيء نتاع راشد الغنوجي، وهي كلها متعلقة بهذا الحدث اللي صار في تونس. بالتالي هما أدخلوا هذا الجنرال هذا حسن دخلوه للحبس، هذه هي المسألة. من بعد هو حاول على جال باش يستثير الرأي العام من خلال بعض الحزيبات اللي تخدم تحت الوصاية نتاعو ووسائل الإعلام. راكم تشوفوا لعلكم هذه المدة راكم شفتوا بعض الصحفيين انتهى الدور تاعهم بعد ما تغلق المكان اللي كانوا يديو منه المعلومات، انتهوا. راكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يتمرمدوا درك لأنه ما عندهمش معلومات. السينما هذه اللي الآن راكم تشوفوا فيها، فيه ناس إذا راهم يخدموا في الوجود الأمريكي وفيه ناس راهم يخدموا في الوجود الفرنسي. ربراب هذا هم اللي خلقوه، حداد هذا هم اللي خلقوه، كيف ما خلقوا من قبل الخليفة لما هما تنتهي المهمة نتاعهم والله العصابة تغلب تجي عصابة مكانها، فيما بعد هو راح يروح كلش معه. يا سعدك يا الإنسان اللي راك تخدم للجزائر، يا سعدك يا الإنسان اللي راك صافي مع ربي، يا سعدك يا الإنسان الصادق مع الشعب نتاعك، يا سعدك يا الإنسان اللي راك صادق مع ربي. إذن هذا الخلوطة اللي راها تجري في الجزائر، هذه الشكشوكة اللي راها تجري، هي كلها متعلقة بالخليفة نتاع بوتفليقة. ونحكي لكم فقط هذه أمور وقعت المدة الأخيرة. كنت في الجامعة، عرضتني واحد الأستاذة جامعية قالت لي باللي راهو كاين فيلم سينمائي في المدينة نتاع تولوز وين راني ساكن، تروح تشوف الفيلم هذا ممكن بلاك يهمك، سيما هو أنك انت راك تقول باللي معارض، وروح شوفه لعلك تلتقي بهذا المخرج نتاع الفيلم هذا، وراهو كاين ديبا ثم روح بلاك لعود تستفاد، والله بلاك توصل وجهة نتاع النظر تاعك. بطبيعة الحال أنا كون هو أنني مهتم بالشأن الجزائري حبيت نروح فقط نطالع، خاصة هو أنه أعطتني الاسم نتاع هذا المخرج أنا ما نعرفوش. رحت أنا على نيتي، دخلت نلقى مجموعة من اللي كانوا موجودين في الجزائر فرنسيين وناس حباب نتاعهم ما يتعداش العدد نتاعهم 20 من الناس. الموضوع الجزائر، الفيلم اسمه كونتر بوفوار، والحديث كله على الصحيفة نتاع الوطن بالفرنسية، وفيه مغازلة للفرنسيين باللي راها الفرنسية في خطر في الجزائر، وباش تفهموا باش تفهموا الأمور كيفاش راها تمشي. الفرنسية راها في خطر، كان حديث حول الخبر من أنه هذا المخرج تصل بالخبر على جل باش يدير معهم انترفيو وما قبلوش وقاعدوا يتماطلوا عليه وإلى غير ذلك. هذه اللي الآن راهم يقولوا لك باللي الخبر والحريات وكذا، باش تعرفوا كيفاش الأمور راها مربوطة ببعضها البعض. فيما بعد فيه فلاش حول الإسلاميين ويوريو في المجازر هذيك اللي ارتكبت أثناء الاحتلال الفرنسي على جل باش يخوفوا في الفرنسيين باللي الإسلاميين هذو راهم لو وصلوا هم مش راهم راحين يديروا لكم، راهم راحين ينتقموا منكم، كله من أجل خدمة البقاء نتاع فرنسا في الجزائر، ومغازلة للفرنسيين على جال باش يعطيو لهم الدراهم يدعموهم. وهذا المدير تاع الوطن هذا بالهوشات هذاك يدير في الطابي يجري دعمكم كوا باللي راهو يعرق
على جال باش تبقى اللغة الفرنسية في الجزائر. وفي الحديث نتاع هذا المخرج هذا يقول لهم باللي هذا بالهوشات يمنع صحفيين ثم في ليكولوار في الأروقة ثم في الجريدة على جال باش ما يتحدثوش اللغة العربية ولا لغة واحدة أخرى إلا الفرنسية في الجزائر. جزائر المستقلة، باش تعرفوا الأمور كيفاش راها تمشي. وبطبيعة الحال الشركات هذه اللي راها تهبط في الجزائر هذه متعددة الجنسيات هي كلها مرتبطة ببعضها البعض. إذن فيه نفوذ أمريكي وفيه نفوذ فرنسي، وهذه السينما اللي راها جارية كلها حول شكون هو اللي يبتز أكثر، شكون هو اللي يدي مشاريع أكثر، والشعب ما على بالوش ولا تيب الضحك ولا تيب اللعب، والناس راها تقرع على رأس الجزائر. إذن هذه الشكشوكة كلها ربراب شكيب خليل الجنرال توفيق كل شيء، هذه الشكشوكة اللي راها دائرة كلها هي حول الخليفة نتاع بوتفليقة. في الفيلم هذا أيضا كان حديث حول بن فليس وحركة بركات، باش تفهموا الأمور كيفاش راها مربوطة ببعضها البعض. المهم خذوا الحذر نتاعكم، مش كل أخضر حشيش ومش كل ما يلمع ذهب، خذوا الحذر نتاعكم. فيه ناس راهم مكلفين بمهمة في الخارج، بعض الصحفيين اللي يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات راهم موجودين في الفيسبوك، إذا نهار وطولهما يلهيوا في الشعب، وإذا نهار وطولهما يحاولوا على جلب شيء يقلبوا الرأي العام. في المقابل أيضا إذا ناس راهم موجودين في الداخل، في القنوات الفضائية، في الصحف، أيضا في الحركة نتاع المجتمع المدني، في الأحزاب، في كل مكان. والهدف نتاعهم هو تروح عصابة تجي عصابة واحدة أخرى، هذا مكان. إحنا مع الجزائر إذا كان فيه وطنيين مخلصين إحنا رانا معهم من أجل الجزائر. أما هو أن يستبدل نفوذ فرنسي بنفوذ أمريكي، إحنا رافضين هذه القصة. إحنا حابين هو أنه تكون هناك سيادة للجزائر وسيادة للشعب الجزائري. هذه باختصار الكلمة نتاعي. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.